اهلا بيكم يا جماعه. معانا في المحاضره الثالثه هنتكلم فيها عن اداره الاتش ار من وجهه نظر استراتيجيك. هنتعلم مع بعض ان شاء الله في المحاضره دي. استراتيجيك اتش ار مانجمنت امبورتنس، اتش ار بلاننج ان هيلث كير اورجانيزيشنز، اتش ار مانجمنت تشالنجز ان هيلث كير اورجانيزيشنز. التول الرئيسيه في ايد الاتش ار هي العماله، والتول دي بتستخدمها عشان تحقق الاوبجكتيفز بتاعت الاورجانيزيشن. يا ترى بتعمل ايه مع العماله؟ اول حاجه اتراكتنج اند ريتيننج. المقصود بالاتراكتنج اند ريتيننج ان هي بتجذب العماله اللي ليها تخصصات نادره او القويه في مجالها. طيب بالنسبه للعماله الموجوده عندنا تريننج اند ديفلوبمنت، انه بيطور العماله الموجوده، بيديله تريننج في الكارير باث بتاعه بحيث تكون العماله اب تو ديت مع اللاست تكنولوجي. كمان الكومبنسيشن بلان، المقصود بيها ان هتدي كومبتيتيف كومبنسيشن للعماله الموجوده جوه المنظمه. اداره الاتش ار يا جماعه لازم تربط ربط قوي جدا ما بين الكومباني استراتيجي والاورجانيزيشن كلتشر. اذا اداره الاتش ار ما قدرتش تربط ما بينهم، الحقيقه مش هيبقى في نجاح قوي جدا للمنظمه. يعني الكومباني استراتيجي لازم ترتبط ارتباط قوي مع الاورجانيزيشن استراكشر هيؤدي لاورجانيزيشنال سكسس. اذا كانت الكومباني استراتيجي مش مرتبطه مع الاورجانيزيشنال كلتشر، ده هيؤدي للاسف لاورجانيزيشنال فيلر. HR Strategic Planning المقصود بيها ان ادارة الـ HR هتحلل الوظائف الموجودة واللي احنا محتاجينها في الفترة الجاية، وتعرف ازاي تجتذب العمالة الجيدة عشان تعينها جوه المنظمة بتاعتنا. ادارة الـ HR كـ HR Strategy هي المسؤولة عن موازنة قوى العرض والطلب الخاصة بالعمالة، ومن قوى العرض والطلب هتقدر تعمل الـ Wages والـ Compensation المختلفة اللي هتقدم للعاملين جوه المنظمة او العاملين الجدد اللي هيتم اكتسابهم للعمل داخل المنظمة بتاعتنا. في الـ HR Planning يا جماعة بنحلل الوظائف الداخلية من حيث اول حاجة بحلل التاسكس الموجودة جوه المنظمة، تاني حاجة بحلل السكيلز المطلوبة لاداء الاوبجكتيف ده. المقارنة ما بين اللي موجود والمطلوب هو ده الدور الخاص بالـ HR جوه الشركة بتاعتنا. عشان كده يا جماعة عندنا حاجة اسمها HRIS او Human Resource Information System، وده اللي بنخزن فيه معلومات كامله عن العماله الموجوده واحيانا اتجاه السوق في العماله، وده بيساعدنا في اتخاذ القرار سواء بالتعيينات او بالكومبنسيشنز اللي هيتم عطائها للموظفين خلال الفتره اللي جايه. في الاستراتيجيك بلاننج بنعمل تنبؤ. يعني ايه تنبؤ؟ انا هحتاج عماله قد ايه الفتره اللي جايه، وبجمع الداتا من مكانين، external sources و internal sources. الاكسترنال سورسز المصادر الخارجيه، الانترنال سورسز المصادر الداخليه. يعني ايه الداخليه؟ انا عارف ان مثلا في عماله هتبقى ريتايرد، في عماله هتمشي، في عماله هتترقى، ففي بوينتس هتفضل جوه الاورجانيزيشن، فانا بجمع المعلومات من هنا ومن هنا عشان اقدر اعمل فوركاستنج للعماله المطلوبه. طيب انا في الفوركاستنج ده لازم ابقى مراعي ثلاثه بوينتس مهمين جدا: شورت تيرم، انترميديت تيرم، ولونج تيرم. الشورت تيرم العماله اللي هحتاجها خلال فتره قليله في حدود السنه تقريبا، الانترميديت تيرم بتبقى في حدود من سنتين لثلاث سنين، اللونج تيرم من خمس سنين واكتر. بعض الميثودز اللي بنستخدمها في الفوركاستنج للعماله، اول حاجه استيميتس، تقدير احنا هنحتاج عماله قد ايه خلال الفتره الجايه، غالبا بتبقى سنه. رولز اوف ثامب، دي احيانا بنقول بعض المواقف جوه المنظمه هيترتب عليها تغير العماله ازاي، زي مثلا نقول ايه احنا هنخفض المرتبات. تخفيض المرتبات يعني جاي بسببه مثلا ان عماله هتمشي، او هنزود المرتبات معناها ان في عماله جديده هتفكر انها تيجي. دلفي تكنيك، وده بنعتمد عن طرق الخبراء ليهم راي معين ان العماله المعينه دي هتمشي هتيجي. نومينال جروب تكنيكس، ودي فيها فيس تو فيس، احنا الاتش ار بيقابل الموظف يتعرف على رايه هيكمل او مش هيكمل، ودي غالبا في العقود السنويه. statistical regression analysis، بعض الاحصائيات مبنيه على الماضي من خلالها بنقدر نقول يا ترى حجم العماله هيتغير ازاي السنه الجايه. لو حبينا نقول يا جماعه ايه هي الكاركترستكس بتاعه الاتش ار بلان الناجحه، اول حاجه strategic alignment، معناها ان هو العماله اللي هو عينها تتناسب مع الاوبجكتيف الخاصه بالمنظمه نفسها، وتتناسب مع الاستراتيجي اللي الشركه حطاها لنفسها. احيانا تكون الاستراتيجي التوسع، احيانا يكون الاستراتيجي الانكماش، فالاتش ار بتاخد قرارات تتناسب مع الاستراتيجي دي. تاني حاجه ان يكون في هدف ومفيش غموض في التعيينات. يعني انت عامل هتعين الوظيفه دي ليه؟
اخر حاجه ان في دوكيومنتيشن قوي جدا معمول، احنا عيننا البوزيشن دي ليه، ولو البوزيشن دي مشيت يا ترى مشيت ليه. كل جوب عندنا ليها جوب ديسكريبشن واضحه، سكيلز مطلوب منها، علشان لما يجي لنا حد يا ترى السكيلز اللي موجوده عنده تتناسب مع الجوب ديسكريبشن اه ولا لا. في تحديات بتواجه اداره الاتش ار خاصه بقطاع العمل نفسه، او بمعنى اوضح قطاع التعيينات. اول حاجه ان السبلاي او وجود عماله مدربه وعندها مهارات عاليه غير كافي. ثاني حاجه ضيق سوق العمل، سوق العمل مش واسع قوي، يعني العماله الخاصه بالهيلث كير مش كتيره غير الصناعات الاخرى يعني. كمان عندنا شورتج اوف هيلث كير وركرز، ان العماله اللي شغاله في الهيلث كير للاسف عددها بيقل. اداره الاتش ار بتتعامل مع المشكله دي عن طريق ان هي عندها عماله مؤقته، عن طريق التعاقد مع شركات خارجيه لتوريد العماله دي باسم الشركه نفسها، عن طريق عقود طويله الاجل مع العاملين، او عن طريق الموظف اللي هيشتغل في الشركه بار تايم او جزء من الوقت. اداره الاتش ار يا جماعه لازم تاخد بالها ان في تنوع في التكنولوجي نتج عنه تنوع في الديماند الخاص بالوظائف. مثلا في بعض الصناعات اصبحت بتحتفظ بالعماله اللي عندها، وفي بعض الصناعات اصبحت بتقلل عدد العماله اللي موجوده، وفي بعض الصناعات اصبحت محتاجه different capabilities في العماله الموجوده عندها بس ما كانتش موجوده قبل كده، يعني لا هي بتزود ولا هي بتنقص، انما بتعدل الكاباباليتيز الخاصه بالعماله عن طريق بقى التريننج وما شابه. دايفرستي، الحقيقه ظهر في مجال العمل دايفرستي عاليه جدا جدا، والاتش ار لازم تاخد بالها منها. بدايه ان العماله الفيميل ظهرت بشكل قوي جدا جدا في سوق العمل. كمان عندنا اختلاف سني كبير جدا في سوق العمل وقوه سوق العمل. اصبح اداره الاتش ار ملزمه بتعيين نسبه معينه اللي هم من اصحاب الاعاقات. كمان اداره الاتش ار بتعين الناس من انواع مختلفه، ميلز اند فيميل. كمان اداره الاتش ار مسؤوله ان هي توازن ما بين ورك اند فاميلي بالنسبه للموظف اللي عندها، يعني تقدر توازن ما بين الضغوط عليه من حيث العمل والضغوط الاسريه. احيانا كتير جدا بيطلب من اداره الاتش ار تعمل حاجه اسمها ريستراكشرنج، يعني اعاده هيكله العماله. ممكن جدا اعاده هيكله العماله عشان نقص العائد المالي او تكلفه العاليه. في اعاده الهيكله مطلوب من الاداره، مثلا اداره الاتش ار، ان هي تقلل layers of managers، يعني تقلل المستويات الاداريه المختلفه. ممكن جدا تقفل points of jobs، يعني close facilities، يعني ادارات معينه ممكن تقفلها. ممكن الاداره نفسها تعالج قضيه الميرجنج مع organizations ثانيه. ممكن الاداره نفسها توكل بعض الاعمال outsourcing، يعني بعض التاسكس تقوم بها منظمات خارجيه زي مثلا النظافه وما شابه، يتعاقدوا مع شركه خارجيه زي الامن، يتعاقدوا مع شركه امن خارجيه عشان يقلل الكوست ده. اذا احنا عملنا كده للاسف ده بيؤدي للانساتسفاكشنز الامبلويز بتوعنا. هنتكلم دلوقتي عن بوينت مهمه جدا لازم تكون قصاد الاتش ار، اللي هي اسمها اورجانيزيشنال برودكتيفيتي. اورجانيزيشنال برودكتيفيتي معناها الانتاج اللي طالع من الاورجانيزيشن كواليتي وكوانتيتي، يعني كواليتيتيف وكوانتيتيف، مقاس بنسبه الريسورسز المستهلكه جوه الشركه. بمعنى احنا طلعنا سيرفيس قد ايه كواليتي وكوانتيتي، طيب يا ترى العماله الموجوده بقى الكوست بتاع العماله قد ايه. عشان كده عندنا حاجه مهمه جدا اسمها اورجانيزيشنال انبوت واورجانيزيشنال اوتبوت. الاورجانيزيشنال انبوت الكوست المدفوعه في العماله الموجوده، طب والاوتبوت التكلفه بير يونت، يعني المريض الواحد خدمته اتكلفت قد ايه. إدارة الـ HR عشان تقدر تحسن الـ output عندها بعض التاسكس اللي ممكن تقوم بيها، طبعًا بدائل. الأول حاجة outsourcing، يعني توكل الوظيفة لـ outsource لشركة خارجية تقدم الخدمة دي للـ organization. تاني حاجة إن هي تخلي العمالة اللي عندها تشتغل more efficient with capital، يعني إيه more efficient with capital؟ يعني تشرك العمالة في رأس المال، فالعمالة نفسها يكون من مصلحتها تقليل التكاليف وتعظيم الـ revenue. كمان ان هي تريبليس العماله باكويبمنت ان تكنولوجي، ان هي ممكن تستبدل بعض العماله بتكنولوجي معينه واكويبمنت معين. كمان تساعد العماله ان هم يشتغلوا بشكل احسن عن طريق التريننج طبعا، وريديزايننج ذا وورك، اعاده تصميم العمل، اعاده تصميم شكل العمل، التاسكس البروسيجرز، ده من شانه ان هو يحسن الاداء الاجمالي للجوب، ومن الضروره انه يحسن الاداء الاجمالي للاتش ار ديبارتمنت كلها.
لو حبينا يا جماعة نلخص احنا خدنا ايه من المحاضرة دي، احنا اتكلمنا في أهمية إدارة الـ HR كاستراتيجيك تول في إيد المانجمنت، ازاي تقدر تحقق الاستراتيجيك اوبجكتيف بتاع الاورجنايزيشن كلها عن طريق استخدام اهم تول واهم ريسورس جوه المنظمه اللي هي الامبلويز. كمان اتكلمنا ازاي اداره الاتش ار بتعمل بلاننج في هيلث كير اورجنايزيشنز، ازاي بتخطط العماله سواء بزيادتها او بنقصها. كمان اتكلمنا ايه هي التحديات اللي بتقابل اداره الاتش ار في الهيلث كير اورجنايزيشن.